في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس، حياكم الله، معكم الأستاذ خالد فيصل مدرس العلوم الشرعية. بداية أذكروا بالضغط على جرس الاشتراك. نعم أبنائي الأعزاء، درسنا اليوم من مجال الأخلاق والآداب الإسلامية، وهو بعنوان الممتلكات العامة وأهمية المحافظة عليها. فليفتح كل طالب منكم كتابه على الصفحة 142 وينظر إلى الصور ويقرأ التهيئة، لنقوم إن شاء الله تعالى بالحوار والمناقشة حول مضمونها. عبر طبعا أيها الطالب، معك دقيقتين، معك دقيقتان لكي تعبر عن هذه الصور التي تراها صفحة 142، وأيضا لتقوم بقراءة التهيئة قراءة إن شاء الله مفيدة، لنتحاور كما قلت على أهم ما جاء فيها. نعم جزاكم الله خيرا أيها الطلاب الأعزاء، لو نظرنا إلى الصفحة 142 لوجدنا في الصورة الأولى يوجد حديقة. ماذا تعني لك هذه الصورة أيها الطالب؟ ماذا تعني لك؟ ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ الصورة الأولى، نعم أحسنتم، حديقة. سؤال نسأل أنفسنا يا أولادي يا طلاب، هذه الحديقة الكبيرة هل هي ملك لشخص؟ لشخص واحد؟ لشخص محدد؟ أم ملك لعامة الناس؟ لجميع الناس؟ أحسنتم، إذن حديقة هي ملك عام لجميع الناس، يستفيد منها وينتفع بها جميع الناس، جميع من يحب أن يدخل إليها ويجلس فيها. أحسنتم، إذن هذه الحديقة كما قلتم هي لعموم الناس، لجميع الناس. جميع الناس يعني ملكيتها خاصة أم عامة؟ أحسنتم، ملكيته عامة. ملكية العامة يا أولادي تعود للدولة، الدولة توفر هي الأشياء التي يستفيد منها جميع الناس، مثل الحديقة التي رأيناها في الصورة الأولى. ننظر إلى الصورة الثانية أيها الطلاب، إن شاء الله قرأتم التهيئة ونتحاور حولها. لنقرأ التهيئة. ذهب خالد وعمر في نزهة إلى الحديقة، وكان خالد يحب جمع الزهور، فكان كلما أعجبته زهرة في الحديقة يقطفها ويضعها في كوب من الماء. فقال له صديقه عمر: يا خالد، ليس من حقك أن تعبث بمكونات الحديقة، الزهور والورود والأشياء الجميلة التي توجد فيها، ليس من حقك أن تعبث بها. تعبث يعني أن تؤذيها وتسيء إليها. فماذا أجابه خالد؟ نعم، ليس من حقك يا خالد أن تعبث بمكونات الحديقة وتقطف زهورها. فأجابه خالد: إن الحديقة ليست ملكا لأحد من الناس، ليس يملكها أحد حتى يقول لي لا تفعل ذلك. الآن سنفكر للإجابة على هذا الكلام أو هذا الكلام الذي تكلمه خالد من خلال الأسئلة التي تتبع التهيئة. السؤال الأول أيها الطلاب، ما رأيكم بما كان يفعله خالد؟ لنرى. أحسنتم، إذن الذي كان يفعله خالد غير صحيح، لا يصح، لأن الحدائق من الممتلكات العامة وهي ملك للدولة، وفرتها لينتفع بها ويستمتع بمنظرها والجلوس فيها جميع الناس، يستمتع بها
جميع الناس ويستفيد منها جميع الناس، فلا يحق لأحد أن يؤذي ما في هذه الحديقة من ورود وزهور ومرافق عامة توجد فيها لخدمة الزائرين. أحسنتم، إذن لا يصح لأن الحدائق من الممتلكات العامة. أيضا هذا الجواب لا يصح، لكن بماذا ترد على خالد حينما قال إن الحديقة ليس ملكا لأحد؟ خالد قال لصديق عمر: يا عمر، هذه الحديقة ليس ملكا لأحد، أفعل بها ما أريد. ماذا نرد عليه؟ نقول له: الحدائق يا خالد، الحدائق من الممتلكات العامة ويجب أن نحافظ عليها ليستفيد منها جميع الناس. نعم. ننتقل الآن إلى الصفحة 143. نعم، لينظر كل واحد منا في الصورة. نعم أيها الأولاد، ويعبر ولو بكلمة عن هذه الصور التي أمامه. معنا 30 ثانية أيها الطلاب الأبطال. أحسنتم، الصورة الأولى يوجد فيها قطار. هذا القطار هل هو ملك لشخص أم ملك للدولة وفرته لينتفع به جميع الناس؟ أحسنتم، ملك للدولة لينتفع به جميع الناس، فهو من الممتلكات الخاصة أم العامة؟ نعم، من الممتلكات العامة، لأن الدولة وفرته لينتفع به جميع الناس ويستفيد منه. ننظر إلى الصورة الثانية، حديقة سماير، ونرى من ورائها برج الشعلة. نعم أحسنتم، إذن هذه الحديقة أيضا من الملكية الخاصة تعتبر أم من الممتلكات العامة؟ يلا نشارك. أحسنتم، إذن الحديقة هذه حديقة سماير وغيرها من الحدائق من الممتلكات العامة التي وفرتها الدولة لينتفع بها الناس ويستمتعوا بها والجلوس فيها والاستمتاع بما فيها من مناظر جميلة وورود ذات رائحة طيبة. ننتقل إلى الصورة الثالثة أيها الطلاب الأبطال. أحسنتم، الصورة الثالثة ماذا نرى فيها؟ نرى فيها مسجد. نعم، مسجد الفنار، بارك الله بكم. نعم، هل المسجد ملكية خاصة لشخص؟ لا، أكثر المساجد ملكيتها تعود للدولة التي تقوم ببنائها لتوفر مكان العبادة للمسلمين، والمسجد مكان العبادة للمسلمين يؤدون به الصلوات. نسأل الله العودة إلى مساجدنا عما قريب، جزاكم الله خير. إذا الآن بعد أن عرفنا أن هناك ملكية عامة، ما عكس الملكية العامة يا أولادي؟ لنفكر، من يستنتج لي؟ نحن قلنا من خلال النظر في الصور والتعليق على الصور أن الملكية العامة توفرها الدولة لينتفع بها جميع الناس ولا يحق لأحد أن يعتدي عليها أو يؤذيها. عكس الملكية العامة شو؟ أحسنتم، الملكية الخاصة وهي البيت. البيت ملكية خاصة، يحق لك أيها الطالب أنت وأهلك السكن فيه وأن تفعل به ما تشاء من خير. أيضا سيارتك، أحسن، سيارة الوالد وسيارتكم، نعم ملكية خاصة، نعم يحق لك أن تركب فيها متى شئت وأن توقفها بأي مكان شئت. نعم، إذا الملكية الخاصة هي التي يستعملها الإنسان وتكون ملك له وهو الذي اشتراها بماله. عكسها درسنا الملكية العامة وهي التي توفرها الدولة ويكون حق الانتفاع فيها لجميع الناس على أن يحسنوا التصرف وعدم الإساءة إليها. ننتقل إلى الصفحة 143، نحن في نفس الصفحة. إذن سنتعرف الآن على الممتلكات العامة، مفهومها والأمثلة عليها إن شاء الله. رأينا الأمثلة: القطار، الحديقة، المسجد. سنتعرف على تعريف الملكيات، الممتلكات العامة. يقصد بالممتلكات العامة جميع الأماكن الخدمية. شو يعني خدمية؟ يعني تخدم الناس يستفيدوا منها. الحديقة خدمية يجلسون فيها ويستمتعون، الحافلة
الحافلة التي يركب بها الناس من قطار أو باص ملكية عامة توفرها الدولة لينتقل بها جميع الناس، يجب أن نحافظ عليها. أيضا المسجد تبنيه الدولة وتوفره للمسلمين يؤدون فيه الصلاة والعبادات، يجب علينا أن نحافظ على نظافته والأدوات والأشياء التي توجد بداخله. إذا يقصد بالممتلكات العامة جميع الأماكن الخدمية التي توفرها الدولة من أجل المصلحة العامة. المصلحة العامة يعني الفائدة العامة للناس، جميع الناس يستفيدون من هذه الأشياء ويشترك بالانتفاع فيها جميع الناس، وتعود ملكيتها لجميع الأمة، مثل المدارس والمستشفيات والطرقات العامة والحدائق والجسور والشواطئ والباصات والريل يلي هو أخذ مثال عنه، الريل القطار الذي إن شاء الله يكون جاهزا بإذن الله تعالى لكي يستخدم في قطر بإذن الله تعالى. إذن والريل والملاعب، وتسمى هذه الأشياء كلها بالمرافق العامة. إذن أبنائي الطلاب، يجب علينا ويتطلب منا يتطلب منا ويطلب منا ديننا الحنيف أن نحافظ على الملكية العامة والممتلكات العامة كأنها ملك لنا، ملك خاص، ولا نسبب لها أي أذى أو أي ضرر بإذن الله تعالى، ليستفيد منها جميع الناس. ولا ننسى أن المسلم أمين على ما اؤتمن عليه، وهذه الممتلكات تعتبر أمانة عند كل مسلم يحافظ عليها كما يحافظ على أدواته الخاصة من مسكن ومركب وملبس وجميع الأشياء الأخرى. نعم أيها الطلاب، جزاكم الله خير. ننتقل إلى غلق الدرس والسؤال الأول من التقويم، وجميع الطلاب يفتح على الصفحة 148. 148، نعم نعم معنا دقيقة واحدة ليقرأ كل واحد منا السؤال ويجيب عليه. نعم نعم بارك الله بكم، أحسنتم. سأقرأ السؤال أيها الطلاب. السؤال الأول الذي هو غلق للدرس: ما المقصود بالممتلكات العامة؟ يعني ما معنى الممتلكات العامة؟ ماذا نعني بالممتلكات العامة؟ نعم، نصف دقيقة لنأخذ الإجابات من الطلاب، جزاكم الله خيرا. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. لنرى الإجابة. المقصود بالممتلكات العامة هو جميع الأماكن الخدمية التي توفرها الدولة من أجل المصلحة العامة ويشترك بالانتفاع فيها جميع الناس. جزاكم الله خير طلابي الأعزاء وبارك الله بكم. أرجو منكم أن يقوم كل طالب بمراجعة الدرس وحفظه وفهمه بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء في الحصة القادمة بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.